السلام عليكم مازل فلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كي اخبار تي في، وكذلك جي اس كي اخبار التي دائما ما توافيكم بالحصري والجديد وكل ما هو جديد طبعا على اخبار شبيبات القبائل. طبعا في جريده الكومبيتيسيون قال لك مداني قائد جديد في دفاع شبيبه القبائل، وتكلم وقال قال لهم انا واعي بالمسؤوليه التي على عاتقي، شبيبة القبائل يجب أن تعود إلى مكانتها الإفريقية. وتاني بعد ما تكلم قال لهم أريد المشاركة والبقاء أطول مدة مع المنتخب الوطني الجزائري، سيتم استقدام ظهير أيسر واحد آخر يعني في شبيبة القبائل، وربما هذا الخميس سيغلق الميركاتو لو تم اختيار ظهير الأيسر الجديد لشبيبة القبائل. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لشبيبة القبائل، ونتمنى أنه يكون موسم قوي هذا الموسم إن شاء الله. نتفائل خيرا بالشبيبة. لا تنسوا دعم هذه القناة، لايك للفيديو، أبوني في القناة، بارتاجي هذا الفيديو باش إن شاء الله ديما يوصلكم جديد أخبار وحصري شبيبة القبائل، ولكم دائما الحكم في التعليقات. يعني نتمنى منكم أنتم كجمهور شبيبة القبائل، أي إنسان عنده تعليق يفيدنا بالتعليق تاعه، ماذا بيا كذلك تعليقات تكون كروية يعني في مجال كرة القدم وليس خارج مجال كرة القدم، كي نستفيد من بعضنا إن شاء الله. السلام عليكم.